الفصل الثالث داتابيس صفحة رقم 30 الفصل الثالث. عندنا الآن موضوع اللي هو الانديكيس تايب، أنواع المؤشرات. نقصد بالمؤشرات هنا الطريقة اللي حأرتب بيها الملفات اللي أنا عندي أو عناوين الملفات، مثل ما شرحنا أنه أنا بالفهرسة على سبيل المثال إذا أريد أفهرس كتاب ممكن أنا حسب العناوين وتسلسل الكتاب أنا أوضع رقم الصفحة. أيضا إذا نفهرس كتب مكتبة معينة ممكن نفهرسها حسب تسلسل الحروف الأبجدية. كل نوع فهرسة له مساوئ وله ميزات. الانديكيس تايب أنواع المؤشرات بصورة عامة، عندنا الدنس اللي هو الكثيف، وعندنا السفر اللي هو من سفريت اللي هو الفهرس اللي المتفرق او الفهرس اللي بيه فواصل. نجي على النوع الاول اللي هو الدنس، ناخذ عندنا فد صوره حتى تكون شيء واضح عندنا. على سبيل المثال هنا هذا النوع، هنا عندنا هنا مثل ما شرحنا انه اني ممكن ارتب العناوين، اعتبروها هاي عناوين بدأت بحرف الاي بحرف البي بحرف السي الى النهاية، رتبناها حسب تسلسل الابجدية بهذا الشكل. مثلا اني عندي هذا الكتاب يبدي بحرف الاي وهذا يبدي بحرف البي، او اسم طالب بحرف الاي اسم طالب بحرف البي. في الملفات اللي خاصة بالبيانات اني هنا هذا اسم، هنا هاي القائمة هي مجرد تسلسل اسماء، كل واحد من هاي الاسماء له فايل وهنا تسلسل هذه الفايلات. الاي هنا موجودة عندي وممكن الاي يكون لها فايلين، البي موجودة هنا عندي لها فايل او فايلين، السي هنا لها ثلاثة على سبيل المثال. في هذا النوع الاندكس اللي يكون عندي اللي هو العناوين تكون متسلسلة حسب الاحرف الابجدية بهذا الشكل. هاي وين احنا نشرح على الدنس. النوع الاخر اللي هو السفريت اللي دا نشتغل عليه، هذا شنو الفرق؟ هنا مثلا انا هنا تسلسلها انطانيها مو شرط تكون بتسلسل الابجدية، هاي على سبيل المثال مو شرط انه انا عندي الاي ويجي وراها البي. من اروح على الاي ادور وين ملفات الاي، انا لقيت هنا الاي عندي الملف مالته ورا موجود البي، هنا البي مو موجود مباشرة ورا الاي. اذا عملية البحث والربط حتكون هنا نوعا ما مزعجة، حتاخذ وقت اطول، مو مرتبة بهذا الشكل مثل ما موجود. انا عندي هنا الاي مباشرة، هذا الاي موجود اعرف انه الاي معناها ادور بالبداية، بينما هنا على سبيل المثال البي ما موجود عندي، البي هنا ممكن يكون عندي بالنهاية وبهذا الشكل. فهذا الفرق الرئيسي ما بين هذا النوع وهذا النوع. هذا النوع هو اسرع، دائما الاشياء المرتبة وحسب التسلسل تكون أسرع بالبحث من أروح أريد الملف أحصل عليه. هذا النوع شنو فرقه عن هذا النوع؟ أنه يأخذ مساحة أقل بالخزن. نرجع لموضوعنا، هنا أنا أيضا انطينا مثال تسلسل عناوين، هنا نعتبرها عناوين كتب، وهنا أنا انطاني الفايل وين موجود. هنا أنا مثل ما عندنا هنا قلنا أي، هنا أنا أي البي موجودة هنا أشر لي عليها بهذا الشكل. التسلسل اللي موجود أنا عندي ممكن أني هنا نفس الاسم ممكن يأخذ ملفين، شيء طبيعي واعتيادي بهاي الحالة. نجي على المثال للنوع الثاني اللي هو السفريت اللي قلنا عليه المفصول. أولا لا تسلسل هيكون على الأحرف الأبجدية، وثانيا الملفات ما تكون متسلسلة. عندي أني هذا الملف هنا موجود، بمعنى انه اني لازم ابحث كل هذه القائمة يلا احصل العنوان اللي اني احتاجه. وطبعا هنا التعريف ايضا عندنا عربي والانجليزي، انه اني شنو فرقه عن هذا وشنو طبيعة البحث مالته. هذا المفتاح دائما يكون عندي بهذا الشكل، بالحالتين احنا عندنا المفتاح بهذا الشكل، وهنا طبعا يربط قيد بقيد لاجل احافظ على تسلسل الملفات. ومثل ما احنا ذكرنا انه هذا النوعين، النوع الاول هو اسرع في تحديد موقع السجل، والنوع الثاني هو يأخذ مساحة اقل.